في أروقة المستشفى قلقون وخائفون، ومن داخل الغرف على الأسرة مرضى يتألمون، منهم من يجد العلاج بصعوبة وآخرون ينتظرون. هذه المشاهد ترويها أروقة مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، التي أصبحت على شفا الانهيار ولا تتوقف فيها العمليات لحظة واحدة منذ بداية الحرب على قطاع غزة. إحنا في عندنا 5 غرف عمليات موجودة على مدار الساعة بنشتغل فيها بالطواقم، طبعا جاهزة على مدار الساعة ولكنها مرهقة. في عندنا نقص في أدوية التخدير، في أدوية المضادات الحيوية، في المحاليل. المستشفى يستقبل النازحين والمرضى من المستشفيات الأخرى التي انهارت، بما في ذلك مستشفى الشفاء والمرافق الطبية الأخرى، لكن المعضلة أن غالبية المرضى يحتاجون إلى علاج طبي منتظم، وهو ما يشكل أزمة كبيرة لدى الطاقم الطبي نظراً لعدم توفر الأدوية اللازمة لهم. ودونا على مستشفى شهداء الأقصى بسبب أنه كان عندي حروق في رجلي وجهي زي ما أنتم شايفين. طبعاً هنا في مستشفى شهداء الأقصى يعني إحنا نقلنا من مستشفى العودة بناء على أنه مستشفى شهداء الأقصى فيه إمكانيات يعني تسع الجرحى والمصابين، لكن أنا جيت هم صراحة صدمت من المشهد. فيش غرف للمصابين، أنا يعني قاعدة في مور. الأطباء قالوا إن أكثر الإصابات التي تأتي في ظل شح الإمكانيات هي حالات كسر في العظام، حيث يواجهون أزمة كبيرة في توفير الإمدادات مثل الألواح المعدنية والمسامير التي تستخدم لتثبيت العظام المكسورة. النواقص طبعا كما تحدثت سابقا هي في أجهزة المثبتات الخارجية وفي الأدوات اللي تستخدم لتثبيت المسامير العظمية أو الصفائح الداخلية. في صح كان عندنا شح في النقادح، هذه شح في الصفائح نفسها. يعني حاولنا نعمل نوع من الآلية اللي هو الدمج بين الجبس كنوع من أنواع العلاج التحفظي، ونقنن من استخدام المثبتات الخارجية للحالات اللي هي يعني خلينا نقول خطيرة بشكل عام. أطباء كشفوا أن مستشفى شهداء الأقصى وصلت طاقته الاستيعابية إلى 800%، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن 30% فقط من المسعفين يعملون بسبب عمليات القتل المستمرة والاعتقالات والتهجير.